بنتكلم دايما عن الفقرة الثابتة دايما في برنامج هذا الصباح، بنشوف الوقفة الصحفية وماذا قالوا في الصحافة بالبنط العريض وكذلك بين السطور، ده المتابع عندنا دايما في دايما ماذا قالوا في عناوين الاخبار. وقفتنا مع صاحبه الجلاله ومنشطات صاحبه الجلاله، هيكون فيها معنا الاستاذ سليمان فؤاد نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النصر وصباح صباح النصر والانتصار يعني. بالتاكيد كل المنشطات وكل صفحات الجرايد طبعا كانت لا تخلو في الصفحه الاولى من صور الاحتفالات في الميادين والشوارع المصريه. عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بمختلف الصيغ الحقيقه يعني في الجرايد. فخلينا طبعا نبتدي من جريده يمكن الاخبار. لجنه الانتخابات بتعلن فوز المشير بالرئاسه بنسبه 96.91 مقابل 3.9% لحمدين، والسيسي اول رئيس وطني منتخب. مبدئيا ايه راي حضرتك في عناوين وشكل الصفحات الاولى في الجرايد؟ والله احنا مبدئيا يعني بنقول للناس الف مبروك. احنا ما نمناش من امبارح يعني، والاول مره في تاريخ مصر اللي احنا نجد السعاده في وجوه المصريين. يعني حضرتك لو نزلت التحرير امبارح، المهندسين، جامع عند جامع مصطفى محمود، المحافظات في الصعيد، اهلينا في الصعيد طالعين باعداد، الناس فرحانه فعلا فعلا فعلا. وانا بقول يا رب يا رب ان دي تكون فتحه خير. بس احنا يعني بطالب الشعب المصري، احنا عندنا احتفالات لحد يوم الاحد بتنصيب اداء القسم، بعد كده بقى عايزين ايه نبدا الشغل، عايزين نبدا الشغل بجد. يعني احنا قدامنا 3-4 ايام نفرح ونهيص ونخرج ونخرج ونطلع كل الكاب. 3 سنوات الناس عندها اكتئاب، بس بعد كده عايزين بقى العمل. وبعدين انا بقول للشعب المصري احنا المهمه القادمه صعبه، المهمه القادمه صعبه. وبعدين التعثر المالي، انا مش خايف من التعثر المالي. يمكن سياده الرئيس في حديثه مع الاستاذ لميس الحديدي وابراهيم عيسى لخص مشكله مصر في ثلاث كلمات. قال لك ان مصر زي الشركه المتعثره، ويمكن شبه الاتحاد الاوروبي لما دعم اليونان بحوالي 120 مليار يورو، قال لك فلوس بنجيبها، بنشوف التعثر فين ونحط التعثر. لكن انا اللي خايف منه التعثر الفكري، لان هناك نوعان من الناس موجودين دلوقتي في مصر، المحبطون وهم المهمشون الفقراء، والناس اللي للاسف الشديد عاشوا سنوات طويله من الظلم والقهر، وكل الحكومات السابقه لم تهتم بالمهمشون في مصر. الفئة الثانية الذين يروجون للإحباط وهم الأخطر. يعني أنا بنبه الفترة اللي جاية اللي بيروجوا للإحباط، ها، ويقول لك بعض اللي يمكن أنا بشوف في بعض القنوات يقول لك يعني الموقف صعب، وناس تانية تقول لك يعني ده ممكن يبقى فيه فشل وممكن. اللي بيروجونا للإحباط يجب أن تتخذ الدولة خطوات سريعة جدا جدا. ووسائل الإعلام أنتوا لكم دور كبير جدا، لكم دور كبير جدا في شحن الناس، لكم دور كبير جدا اللي احنا نزيل هذا الإحباط. أما المحبط بقى في الاصل، فيمكن سياده الرئيس اتكلم عنهم في احاديث كبيره جدا اللي هم الغلابه والفقراء. وانا اعتقد ان اهم ملف عند الرئيس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ملف الفقراء والغلابه. يجب ان تلتفت لهم الدوله وباقصى سرعه، تلتفت لهم الدوله وباقصى سرعه. يمكن برضه سياده الرئيس في احدى برضه الحوارات قال لك اللي احنا قدامنا عامين، ولكن انا مش هسيب الاسعار. يمكن قال لك اللي احنا هننزل حوالي 1000 المبردات الضخمه دي للحوم، نشوف الاسعار، والاسعار دي برضو يجب اللي احنا نجد لها حلول سريعه جدا. يعني نعظم دور اللي هي اتحاد الغرف التجاريه، نعظم دور اتحاد الصناعات، لازم تكون في وقفه جاده مع التجار الجشعين، ما يستغلوش معاناه الناس، والحكومه تتدخل في الوقت المناسب. اذا كان هناك عمليه استغلال يجب اقامه اسواق موازية وبأقصى سرعة. طيب استاذ سليمان، بنتكلم حضرتك دي نبرة المتفائلين، يعني هذه نبرة الناس اللي بتتفائل. حضرتك اتكلمت عن الناس اللي بتحبط والناس اللي بتحاول توقف المركب السايرة زي ما بيقولوا، ودول يعني ما أكثرهم.
زي ما هم النهارده. خلينا نتكلم بصراحه بقى، زي ما هم النهارده بيهللوا بيسقفوا، بكره هيلطموا على وشهم زي ما احنا شفنا قبل كده، وده اللي هيحصل. ده مش جديد على نبره الاعلام او جزء من الاعلام اللي احنا شايفينه، وان كان هو بيساند دلوقتي لكن بكره وبعده هيقعد ينتقد ويوقف ويجيب ناس تحبط والكلام ده كله. ايه اللي ممكن يحصل من الناس ومن الشعب عشان نتكلم عن منظومه جديده وبدايه عهد جديد ونطوي الصفحه كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا من اول السطر؟ شوف حضرتك، احنا عشان نزيل كل هذا الكلام، اولا رقم واحد تعظيم ميثاق الشرف الاعلامي، لازم تكون في وقفه. يعني انا راجل صحفي واعلامي، ما حضرتك بنتكلم يعني عن ميثاق الشرف الاعلامي بقالنا سنين وسنين وسنين، هل ده هيحصل مع راس اموال، مع رؤوس اموال، مع القنوات الخاصه دي؟ لا، والخوف ان يعني اصل هي شعره بين ميثاق الشرف معوية. هي الفكره بيبقى ده نابع من الضمير المهني اللي جوه كل واحد، يعني هي بتبقى شعره ما بين الشرف المهني والمهنيه وما بين الخروج عن كل النصوص وكل الاداب. الدوله يجب ان تتدخل، الدوله موجوده والحكومه موجوده. هتتهم بتقييد الحريه؟ انا هقول لحضرتك، لا، ما انا برضو اديني فرصه. احنا ميثاق الشرف الاعلامي يطرح لاصحاب المهنه، يعني انا ضد اللي احنا تبقى فيه قرارات فوقيه، الحكومه تدي زي قانون مثلا اللي هو كان الخاص بالضرائب على البورصه، يعني احنا لو طرحناه للمجتمع في اللي بيشتغلوا في الاوراق الماليه، كنا على الاقل وفرنا اكتر من 32 مليار او 35 مليار خسائر. احنا نطرح هذا الميثاق لاصحاب المهنه، وبعدين ما فيش حاجه اسمها رؤوس اموال، وما فيش حاجه اسمها قنوات يعني بتلهث وراء قوطة الاعلان اللي بتصل ل 2 مليار جنيه سنويا. لا، ما فيش بدل في ده في دوله قانون يجب ان تطبق دوله القانون. ما قانوني على الاعلامي ما انا هقول لحضرتك حضرتك ازاي ما هنا تتهم بقى انت بتقيد الحريه، انت بتتبعنا. ما هو دلوقتي اسمعني بس، معلش اديني فرصه. انت دلوقتي الفيسبوك لما قالك ان احنا طلعت حمله ان احنا متراقبين وعلينا هاشتاج، كل حاجه قبل تسبق اي ستيتس بتاع اي حد، يقول لك ايه احنا متراقبين. ما هو ده اللي حصل في الشارع. والناس طبعا لك نص الماده 57 من الدستور الجديد، لا يحق لاي حد ان يتتبع ولا يشوف ولا يراقب غير باذن مسبق من النيابه العامه وبناء على طلب ولفتره محدده. كل دي قيود وهم خارجين عن النص. فين؟ يبقى في تناقض هنا. لا، القضيه مش قضيه تناقض، القضيه ان دوله يعني الولايات المتحده الامريكيه وهي اللي بيقول لك ام الديمقراطيات في العالم كان بيراقب كل تليفونات العالم. انت بتحمي امن وطن؟ بعد 11 سبتمبر الموضوع ده كله يعني في ديمقراطيه اقوى من الديمقراطيه الامريكيه؟ مفيش ديمقراطيه اقوى من الديمقراطيه الامريكيه، ومع ذلك بيحموا البلد. انت من حقك كدوله تحمي البلد وحمايه البلد، مش اللي انت تخنق الناس. لا، انت اي قانون انت عايز تنزله اطرحه للمجتمع، اطرحوا لاصحاب المهنه. انت عايز تعمل ميثاق شرف، اطرحوا لاصحاب المهنه. في افكار ممكن يدخل عليه تعديلات، ها؟ عايز تعمل قانون خاص بالاقتصاد، اطرحوا للمجتمع المالي. انا ضد تقييد الحريات، لكن من حق الدوله ان تحافظ على الامن القومي. في خطوط حمراء احنا مش عايزين نتجاوزها، ما احنا للاسف الشديد، ها، خلينا يعني قعدنا نتكلم عن الحريات عن الحريات عن الحريات لحد ما وصلنا لدرجه الفوضى. هو الحقيقه ده موضوع طويل جدا، وزي ما قلنا يمكن هو الحدود الفاصله رفيعه جدا تكاد لا ترى يعني. طيب خلينا ننتقل الى جريده المصري اليوم. وزير الدفاع: انتخابات الرئاسه ابهرت العالم ومصر لن تنكسر. صبح يقول: الجيش والشرطه اوفياء بوعودهما والملايين خرجت بلا خوف، وتصريحات الوزير الداخليه: جاهزون لتامين الاحتفال بالرئيس الجديد على مستوى الجمهوريه ودخول التحرير عبر بوابات الكترونيه. يعني احتفالات وتصريحات مستمرة. وبعدين الانتخابات يمكن الدولة المصرية عملت شيء جميل قوي قوي قوي. لما حصل انتقادات خارجية، قال لك انتوا عايزين يا رب اللي تراقبوا اي منظمة موجودة في العالم عايزة تراقب الانتخابات. انتهى زمن التزوير، خلاص انتهى زمن التزوير. الرئيس اللي موجود رئيس جاي بشعبية جارفة، جاء بحب الناس، يعني زمن التزوير انتهى. بالإضافة لذلك أنا ببعت التحية للمؤسسة العسكرية والشرطة، يعني كان في ناس كتير جدا، يمكن أنا كنت متابع للقنوات الخارجية
كان كل الناس حتى بعتوا للسفارات العربيه اللي موجوده، خلوا بالكم يوم الانتخابات استعدوا اللي انتوا تغادروا مصر في اي وقت، هتحصل انفجارات هائله، هتحصل مصادمات، هتحصل مش عارف ايه، هتحصل ايه، هتحصل ايه، هتحصل ايه، وللاهم يعني كل ده للاسف الشديد انكسرت امام الاراده المصريه. الانتخابات جاءت بشكل شفاف كبير جدا جدا جدا، جاءت باكتساح ضخم جدا جدا، وعلى فكره احنا كنا متوقعين الكلام ده، يعني حتى معظم المراقبين واللي شغالين في الحقل السياسي احنا كنا بنتوقع فوز الرئيس السيسي بنسبه كبيره جدا، وده ما بيقللش من الاستاذ حمدين صباحي، لا ده بالعكس ده ليه تحيه لازم نشكره، بنشكره وله دور وطني كبير جدا جدا, جدا, جدا. كان وانا ضد كان يعني الشكل هيبقى ايه لو انسحب من الانتخابات؟ انا ضد كان الشكل هيبقى استفتاء، بقول لك عوده النظام القديم وعوده الاستفتاء، لا ما كناش عايزين كده. وبعدين انا ضد برضو يعني بناشد وسائل الاعلام بلاش الانتقاد بالشكل الفك ده، يعني 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 شخصيه نازله وفي توازن وانتخابات جميله والناس سعيده يعني انت يعني ما تاخدش يعني احنا بنتكلم في الموضوع ده مش بس انتقاد، كان في نبره شماته يعني احنا خلاص خلصنا المرحله وعايزين نتخطى هذه المرحله ونبدا في المرحله بقى جديدة. عايزين نحشد كل الجهود اللي موجوده، كل الشخصيات يعني بدل تضييع الوقت في نبرات الشماته وعبارات الشماته والولوله، وبعدين مش عايزين نعمل حاله انقسام داخل المجتمع، مش عايزين نبره الاستقطاب، الاستقطاب مش في صالح مصر والاقصاء مش في صالح مصر. طيب خلينا ننتقل الى موضوع اخر في نفس السياق، بالتاكيد جريده الاهرام خادم الحرمين الشريفين بيحذر من المساس بمصر والتدخل في شؤونها، عاهل السعوديه بيدعو الاشقاء والاصدقاء الى مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري، ورئيس الامارات بيهنئ السيسي، خليفه بن زايد مضونه في دعم مصر، وقاده الكويت والاردن والبحرين واليمن وفلسطين والعراق بيهنئون السيسي، واحتفالات في غزه. يمكن كما ذكرنا العاهل السعودي كان من اوائل الشخصيات اللي هنت عبد الفتاح السيسي، ويمكن كما ذكرنا على ذكر الاموال اللي حضرتك اتكلمت عنها في دعوات من بعض القاده الخليجيين لمؤتمر المانحين ومؤتمر المانحين. انا عندي اعتراض على كلمه المانحين، لا ما انا هفسر يعني بقى، انا كنت هادي هو اعتقد ان هو حضرتك النقطه دي يعني مصر ما تتشبهش بسوريا، مش المانحين لسوريا ودوله يعني انا كنت يعني هاجي للنقطه دي. يمكن انا اولا يعني انا بحيي دور خادم الحرمين الشريفين، يعني اللي عملته الامارات والكويت والسعوديه والبحرين والوقفه من الاردن، لكن الدور الضخم لجلاله الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين دور يحسب، تاريخ بيكتب لصالح الامه. يمكن احنا ما شفناش هذا التضامن العربي منذ حرب 73، يعني بعد حرب 73 والانتصار الكبير ودخلنا في معاهده السلام والانشقاق الضخم جدا، ورجعنا كان تضامن ضئيل جدا، ثم دخلنا في مشكله حرب الكويت، يعني ما شفناش هذا التضامن العربي الضخم جدا. حته بقى المانحين ده لفظ اقتصادي، يعني انا مش عايز الناس تتضايق منه، يعني ده لفظ اقتصادي موجود من ضمن الاستنباط الاقتصاديه اللي موجود على مستوى العالم، مش عايز الناس تقول لك احنا مش سوريا، احنا مش الصومال، احنا مش السودان. ما هو اي دوله حتى الدول اللي بتديك قروض بتقول لك منحه، يعني في شكل حتى القرض في شكل منحه. وبعدين هي اشكال كتير، يعني احنا برضو تابعنا في فترات سابقه استثمارات مثلا اماراتيه او مشاريع مشتركه، هي صيغ كتيره، هي صيغ اقتصاديه. يعني حتى في لما ساعدوا الاتحاد الاوروبي، لما ساعد اليونان يقول لك الدول الاوروبيه المانحه لليونان، في الالفاظ الاقتصاديه دي احنا عايزين ننتهي من الحساسية اللي احنا موجودة عنا. احنا محتاجين ضخ اموال ضخمة جدا، ضخ استثمارات ضخمة جدا عشان نخرج من حالة التعثر. والخروج من حالة التعثر ده انا في رأيي الشخصي وانا محرر اقتصادي بقالي اكتر من 25 سنة، ها والله سهلة جدا 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 طبعاً طبعاً. استخدام ادوات، مصر بتملك قدرات هائلة. الشعب الياباني انا اقول لحضرتك بعد الحرب العالمية الثانية الشعب الياباني مجموعة من الجزر اكتشفوا ان الموارد في العقول اليابانية، ممكن الموارد عندنا في العقول بتاعتنا، احنا بنملك الطبيعة الساحرة، بنملك سدس حضارة العالم. يعني انا زرت المتحف الفرنسي وشغال على حاجتين بس، الموناليزا والجناح الخاص بالاثار المصريه. انت عارف المتحف الفرنسي حضرتك بيزوره 36 مليون سائح، بيدخل لفرنسا
12 مليار يورو. متحف اللوفر. متحف اللوفر. طيب. متحف واحد. يعني انت بتملك متاحف مفتوحة، بتملك حضارة رائعة. طيب في رسالة في، لو حضرتك اكيد قرأت الرسالة بتاعت العاهل السعودي، في جملة كده ما بين السطور بس ليها مغزى كبير جدا، اللي مش واقف مع مصر النهاردة ملوش مكان معانا، يمكن بيوقف